كبي فرج أن تدخل الجنة. اللهم يا هذه البنية الصادقة المؤمنة الطيبة هاي الآن واقفة بذلك. ما عصمت يا ابن آدم، أين لسانك ما أقرصك يا ابن آدم، أين صوتك الشجي ما أسكتك يا ابن آدم، أين ريحك الطيب ما غيرك يا ابن آدم، أين مالك الكثير ما أبقاك. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لجريدة أشواق على تتبع لمشاكل المدينة خاصة ومشاكل الدولة المغربية عامة. أود أن أقدم تعازي الحارة إلى أختنا العزيزة على القلب أخت نهاد رحمة الله عليها، التي كانت شهيدة المدينة وشهدت هذا المرض الفتاك الذي أعطى صحوة كبيرة لجميع المرضى وجميع المجتمع المدني، الذي قل نظيره في هذه المدينة، والذي قل نظيره في هذه المدينة، والذين تأسفوا لوفاتها. كل التعازي إلى الأخت نهاد، والخزي والعار لكل الأشخاص الذين استنكروا لمرضها، خصوصا وزارة الصحة وكذلك المندوبية الإقليمية لمدينة أسفي ومستشفى محمد الخامس، الذين أهملوا هذه الشابة التي كانت تعاني في صمت، والذي أبكاني هو آخر تدوينة التي كتبت فيها أنقذوني أنقذوني ولا أحد سمع لها. كذلك الخزي والعار للجمعيات التي تحمل اسم جمعية السرطان، التي تدافع على مصلحتها وتبيع المرضى وتشتري فيهم. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك جمعيات نحن نعرفها ولا أريد أن أخصص، ولكن أعمم، لأن أغلب هذه الجمعيات ما هم إلا جمعية استرزاقية، جمعية تبحث عن مصلحتها، جمعيات اغتنت وبنت المنازل وأصبحت لها السيارات وأصبحت تلبس لباس اللي هو فاخر، لباس ثمين، عادوا كيمشوا لمراكش كيشروا لباس من مراكش، وبالتالي كنعرفوا هما خدامين مردامين، لكن العيب والعار، لأن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. وحنا من هذا المنبر نتأسف كثيرا لحال هذه المدينة التي تعرف التهميش، رغم ثرواتها، رغم المركب الشريف فوسفات، رغم الطاقة الحرارية، لافارج، ميناء أسفي، سيمون دي ماروك، ولكن لا حياة لمن تنادي، لأن هاد الناس ما هم إلا لوبي فاسد، ورأوا فاسدين من برلمانيين، من منتخبين، من سياسيين، الكل كيهضر على راسو، الكل كيلغي بالغاه، ولكن الضحية هو مدينة أسفي، والضحية هم هاد المرضى الذين يستغيثون ولا مغيث لهم إلا الله سبحانه وتعالى. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.